شفتي يا كوكي، شفتي المعاناه اللي انا عايشه فيها؟ لا 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 لا، انا بجد مش قادره اتخيل، مش قادره اتخيل ان في واحده بالمواصفات دي. لا يمكن. لا في يا كوكي، في، واسمها سعديه. طب وانتي عمر سايباه فين دلوقتي؟ عمر سايباه مع علي في البيت. يا خبر ابيض، فكرتيني، ده انا نسيت اقدم له على اجازه، كنت حمزة نروح في داهيه. ايه يا انجي، معقوله برضو الكلام ده؟ هتفضلوا كده كتير؟ يعني انت تشتغلي يوم وسعالي يقعد بعمر يوم، وبعدين انت تقعدي بعمر يوم وسعالي يشتغل يوم، هيدي بادي كرنب زبادي، ما ينفعش. اعمل ايه بس يا كاميليا، اعمل ايه؟ ما هو لحد اما اشوف واحده كويسه وبنت ناس كده. تقصدي ايه؟ اقصد نفسي الاقي واحده تكون كده اموره مريحه، وشها شرح، بتضحك على الصبح، لحسن قلب ام عمر قرب يكره صنف الحريم من تحت راس سعديه دي. ايه يا انجي، ايه يا انجي يا حبيبتي، انت لحد امتى هتفضلي تتعلمي مني؟ انت اتهبلتي يا انجي؟ يعني علشان سي عمر بتاعك ده ما يكرهش صنف الحريم تضيعي جوزك؟ اضيع جوزي ازاي؟ في ايه يا كوكي؟ ايه دخل علي بالموضوع؟ انجي انت بتستهبلي ولا انت هبله؟ ولا اتهبلتي ولا ايه؟ والله انا ما كنتش هبله، بس من كتر قعدتي معاكي في المكتب غالبا كده قلبت هبله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا كوكو، خلاص يا كوكو، ما سكتش غير لما كان سندوتش الشاورما بتاعي. خلاص يا حبيبي، بص بقى يا علو، انتوا البيبي سيتر اللي هتنقوها دي لازم تنقوها على الفرازه، حاجه كده تكون حمار وحلاوه، حلاوه وحلاوه. ها ما تقوم بقى تعمل لي سندوتشين حلاوه. لا ما عندناش حلاوه، في بيض اسلق لك يا ابني. افهم بقى. افهم ايه يا حسين؟ انت كده تغني عليا. انا بلغيك في الصح، انا عندي ليك حته دين واحده، مزه مزه. أوه. حاجه كده هادي على زبادي. اه طالما مزه مزه بقى، يبقى استحاله انجي ترضى انها تخش البيت من اساسه. في الحاله دي انت تعند وتصمم على البيبي سيتر. اه وطالما صممت بقى، انجي هتقول لي طلع الورق العرفي اللي بينك وبينها. الله، طب ومين هيقول لها ان في ورق عرفي اصلا؟ انا عن نفسي مش هفتح بقي. انت كمان عاوزني اتجوزها عرفي يا حسين؟ امال يعني حلوه الصاروخ اللي هيجي يقعد معاك في البيت ده طول النهار، مش لازم تكتب حتتين عرفي كده؟ ها وكمان عاوزني اتجوز واحده في نفس الشقه اللي عايشه فيها مراتي؟ امال هتعمل ايه يعني؟ اتجوزها في شقه تانية. ايوه صح، بص انت حر، اتجوزها في اي حته ان شاء الله في الثلاجه. بس يا جدعان انت، انا بهزر. وبعدين جرالك يا حسين، انت تعرف الستات الشمال دول منين يعني؟ انت مش المفروض ظابط بوليس؟ لا خلي بالك انا شقي وعجبك. ها دي اتعرفت عليها في الاسم، كانت ممسوكه اداب. اداب وعايز ادخلها بيتي؟ انت هتطلع بره بكرامتك ولا طردك وهزقك؟ بص ان بعض الظن اسم، اديك شكيت فيا اهو. دي كانت ممسوكه ظلم، يعني البنت طلعت مؤدبه فعلا. اه لا كانت ممسوكه ظلم ومؤدباتها، بس برضه اطلع بره. طب تعالى امسك ابنك بقى. لا لا خلاص خليك، وهات الموزه. لا 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 يا كاميليا، لا 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 لا، مش معنى ان انا عايزه اجيب بيبي سيتر شكلها كويس واموره ان علي ممكن يتهفف نافوخه ويفكر يبص لها. يفكر؟ ده مش بعيد يتجوزها عرفي اصلا. لا 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 لا، يتجوز ايه يا شيخه؟ هو قادر على الجواز الشرعي لما يتنقل يتجوز عرفي يعني. يا حبيبتي قولي لي اللي بيحصل، طمنيني يا حبيبتي عليكي. في ايه يا كاميليا؟ ما احنا لسه جايبين عيل، انت في ايه؟ انا قصدي انه مش قادر على مصاريف بيت شرعي، هيقدر يتجوز عرفي ويكلف نفسه بيت تاني. غلط يا انجي، تفكيرك كله غلط في غلط. ايه يا انجي، حرام عليكي، لحد امتى هتفضلي هبله وعبيطه؟ لحد امتى هتفضلي تستفيدي من خبرات يا انجي؟ انجي الحمد لله بجد ان انا صاحبتك، الحمد لله. الحمد لله. ركزي معايا يا انجي كده بقى. اوكي مركزه. يا انجي ايه اللي هيخليه يروح يجيب بيت تاني لما حضرتك هتجيبي له واحده لحد عنده في البيت؟ هيعيش مع اتنين في واحد، ايه يا انجي؟ وبعدين يا انجي، انت ما اتفرجتيش على فيلم الشغالات بطولة صلاح ذو الفقار ونيلي؟ ايوه 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 اتفرجت عليه، بس ايه اللي هيجيب نيلي عندنا البيت؟ ايه يا انجي، نيلي ايه اللي هتيجي عندك البيت؟ ركزي معايا يا انجي. طيب حاضر. تخيلي معايا المشهد كده، زوم ان وتخيلي وتوغلي وشوفي معايا المشهد. ايه الاداء ده؟ اكشن. باي باي يا لولو، انا نازله. عايز حاجه؟ اه ايه عايز حاجه؟ لا يا حبيبتي ما نستغلاش،
بس ما تنسيش تاخدي لي اجازه النهارده، اصل ركبي تعبانه ولازم اروح للدكتور ضروري. يا حبيبي يا لولو، سلامتك سلامتك وسلامه ركبك. حاضر هاخد لك اجازه، خلي بالك من نفسك. ها باي باي يا حبيبي. هكلمك اسال عليك. اه يا ركبي. نمت الاولاد وسي عمر يا لولو بيه، تؤمر بحاجه تانيه؟ تؤمر بايه؟ اصل ركبي تعباني شويه ومحتاجه دينها. سلامتك يا لولو بيه. ممكن تجيبي لي المرأة وتدينيها لي؟ من عينيا. حاضر حالا. تسلم عينيكي يا اختي. هتجيبي المرهم وهندهن المرهم، هتجيبي المرهم وانا هدهن المرهم، هتجيبي المرهم و... الله، ما انت كويس اهو. لا اصل السوبرمان اللي جوايا طلع. طب اقعد عشان ادهن لك المرهم. لا بصي، تعالي كده، تعالي تعالي تعالي، خشي على الترابيز، اصل الترابيز تعباني حبتين. يلا واحده واحده. سلامتك. غنيلي. في ايديك اوعى تهد جبال، في ايديك اوعى، وعليك صبر وطول بال، وعينيك حلوه يا لهوي. طب تعالي اما اقول لك ايه. سيلولو سيلولو، ادي ركبتي انا اللي وجعتني اهو. طب سيبينا الهنالي. ايه ده يعني؟ اجي انت، ايه اللي جابك؟ اقدر ايه الاخبار جابني؟ نسيت الموبايل ورجعت اجيبه. انما انتوا يا حلوين بقى بتعملوا ايه؟ كنا بندور لك على الموبايل يا محاسن الصدف. شوف ازاي وانت تقولي ركبي وجعاني يا انجي، هروح للدكتور صح؟ اسكتي. ايه؟ مش البت الغلبانة دي وقعت هي كمان وركبتها وجعتها زيي؟ يا حرام، والله صعبتوا عليا انتوا الاتنين، صعبتوا عليا يا علي، ولازم تروحوا للدكتور. انتوا الاتنين هتروحوا للدكتور، بس المرة دي يا حبيبي مش هتروحوا لدكتور ركبة، هتروحوا لدكتور ايه؟ مخ واعصاب. ليه؟ عشان هفتح نفخكم ولا عطف اعصابكم. اهدى يا اجي. اهدى؟ حاضر يا علي، انا هاديه خالص. انت بقى تعال على جنب كده عشان هأزأزك براحتي بعدين. ثانية واحدة، هتوحشيني الله يرحمك. انتي بقى يا حلوه تعالي لي. هتعملي ايه؟ تعالي في حضني. هتعملي ايه؟ انا مش هضحك خالص، انا هطلع الزماره. ها هتقولي لي زماره ايه؟ هقول لك زماره رقبتك، وهقعد ازمر فيها لحد ما تبوظ. بعد ما تبوظ مش هتنفعي لا رق ولا طبله. هاتي بقى الزماره، هاتي الزماره. زماره، هطلع الزماره. وانا امشي من غير زماره يا انجي، اصبر انا بايه دلوقتي؟ ماليش دعوه، سقفي. انا اخوكي يا حبيبتي، انا اخوكي حرام. اخوكي؟ قلب امك؟ معلش اخوكي. انتي مش قادرة تتخيلي انا تخيلت ايه؟ لا 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 لا، مش عايزة اتخيل خالص، انا مش عايزة اتخيل خالص كيف انا حسيته. ده انا لو هموت مش هخليك تتخيلي معايا تاني خالص. وليه لو هتموتي حبيبتي؟ ما انا كنت هموتك دلوقتي، كنت موتك وارتحتي. ايه يا اجي، ارحميني، حرام عليك ارحميني. امال انا مين يرحمني يا كوكي؟ مين يرحمني انا؟ اعمل ايه؟ ما انتي اللي قعدتي تنبهيني لحاجات انا ما كنتش واخدة بالي منها. اي نعم هو موضوع مهم، وانا فعلا كنت ممكن اضيع علي مني، بس انا دلوقتي بين نارين، يعني اعقد عمر ابني من الستات ولا اضيع علي؟ مش عارفه.